خلدون هو مدمن تليفونات بامتياز، بيقضي عليه ساعات بكل سهولة. خلدون بيتمنى من أعماق قلبه إنه يكون أكتر زي زاهي اللي تقريبا عنده كل إشي في الحياة، عنده مظهر وعنده ذكاء وعنده صحة ما شاء الله. في يوم من هالأيام خلدون كان ماشي وشاف كتاب اسمه Atomic Habits. كتاب قال إيش؟ بيقول إنه ممكن يساعد أي شخص إنه يبني أي عادة مفيدة ويتخلص من أي عادة سلبية. هلا بصراحة قد ما خلدون بيحب تليفونه، هو صريح مع حاله وعارف انه بحياته ما حيتغير ولا يوصل اي محل الا اذا تخلص من ادمانه لتليفونه. فخلدون فتح الكتاب وشاف اذا ممكن نصائح الكتاب تنطبق عليه وعلى ادمانه للتليفون، وقال لحاله خليني اشوف اذا ممكن اقضي ساعات اقل على التليفون وساعات شوي اكتر بقراءة الكتب. اول ما خلدون فتح الكتاب لقى قاعدة كتير عجبته، كل شخص بده يبني اي عادة ما عليه غير انه يتطور بنسبة 1% فقط بشكل يومي. ليش؟ لانه هذا بيبني على قاعدة اسمها The Compounding Effect. بالعربي المختصر الافعال الصغيرة على مدى طويل بتتضاعف لتجيب نتيجة ضخمة. مش الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير الاعمال الى الله ادومها وان قل؟ فاحلى اشي هون انه التركيز على دوام الفعل ومش بس على حجمه. فخلدون قلب الكتاب ولقى جزء ركز على الفرق بين الواقع والخيال في بناء اي عادة، وانه الواقع هو الموضوع بيتطلب وقت. يعني احنا بينه وبين بعض عارفين خلدون مش حيصير زي زاهي بليلة واحدة. يعني بعد هيك الكتاب وضح لخلدون استراتيجية لكيف يتم بناء أي عادة. أولاً إذا الشخص بده يبني أي عادة لازم يربط هاي العادة في هويته، وإذا بده يتخلص من أي عادة لازم يبعد ويفرق هاي العادة عن هويته. ثانياً لازم الشخص يصمم طريقة عمل تتمحور حوالين هاي العادة. طريقة العمل مش شرط تكون إشي معقد، هي عبارة عن أفعال صغيرة بتبني وبتساعد للوصول للهدف الكبير. وفي النهاية اي شخص بده يبني عادة بحط لحاله اهداف بده يوصل لها. يعني في حالة خلدون انه يقعد بس ساعتين على التليفون يوميا ويقرأ على الاقل 10 صفحات من اي كتاب هو بيحبه. خلدون اول ما قرأ هذا الجزء لاحظ شغلة، انه عادة الناس لما تيجي بدها تبني اي عادة بتبلش في اخر خطوة اللي هي في الهدف، تنسى أول خطوتين. ونسيان أول خطوتين شو بيساوي؟ أولا بيصعب بناء أي عادة، وتانيا بيخلي التمسك في العادة إشي كتير صعب. خلدون بعد كم صفحة اكتشف إنه في بنية موحدة لأي عادة، سواء كانت عادة منيحة أو حتى عادة سيئة. وهاي البنية هي كالتالي: أول خطوة في العادة هي الإشارة أو التلميحة، تاني خطوة هي الرغبة أو الشهية، تالت خطوة هي ردة الفعل، ورابع خطوة هي الجائزة أو المكافأة. أحلى إشي في الموضوع إنه خلدون حس إنه هاي البنية بتنطبق عليه 100%، لأنه هو بكون قاعد بغرفته لما يدرس أو يشتغل وتليفونه مستحيل يكون على السايل، فبيجي إشعار، وبالنسبة لخلدون هاي هي الإشارة أو التلميح. بعد الإشعار بيجي لخلدون شعور داخلي لا يقاوم إنه لازم يفتح التليفون ويشوف مين بعت له الإشعار، وهاي هي الرغبة أو الشهية. فخلدون بقرر يطول التليفون، وهذه بتكون ردة الفعل، وفي النهاية يوصل مرحلة الجائزة أو المكافأة. بيتنفس نفس مريح وبيحس زي أكنه في حمل ضخم انشال عن صدره، لأنه عرف من وين إجا هذا الإشعار. فالسؤال هو بناء على هاي البنية كيف بنبني عادات منيحة وكيف بنتخلص من عادات سيئة؟ والإجابة بسيطة: عشان نبني عادات منيحة لازم نخلي التلميحة أو الإشارة واضحة، لازم نخلي الرغبة أو الشهية مغرية، لازم نخلي ردة الفعل سهلة وبسيطة، ولازم نخلي الجائزة أو المكافأة مشبعة. ولو بدنا نتخلص من أي عادة لازم نخلي التلميحة أو الإشارة خفية بقدر الإمكان، لازم نخلي الرغبة أو الشهية غير مغرية أبدا، لازم نخلي ردة الفعل تكون صعبة، ولازم نخلي الجائزة أو المكافأة ما تكون مشبعة أبدا. وطبعا التفاصيل الكاملة والأمثلة على كيف إحنا ممكن نعمل هاي الأشياء موجودة في الكتاب. شغلة كانت مثيرة للاهتمام بالنسبة لخلدون هو تركيز الكتاب على البيئة أكتر من تركيز الكتاب على قوة الإرادة. والكتاب أثبت إنه البيئة تأثيرها وأهميتها على بناء أو التخلص من العادات هو أكبر بكتير من قوة الإرادة. وهذا الإشي بالنسبة لخلدون كان كتير مريح، لأنه خلدون طول حياته اعتبر حاله إنه هو شخص قوة الإرادة عنده هي جدا ضعيفة أو حتى شبه معدومة، بس بحياته ما جرب إنه يبني أو يتخلص من أي عادة من خلال تغيير المحيط تبعه أو البيئة تبعته. غير هيك خلدون لسه لقى جزء تاني كتير حمسه، إنه التطور البطيء أبدا ما فيه عيب، بالعكس قرأ إنه ما في خيار غير البطء في بناء العادة، الموضوع بيتطلب وقت.
وهذا الاشي ريح خلدون، ما بيحب اي اشي يكون مفاجئ وما بيحب اي تغيير سريع يكون في حياته. قرأ في الكتاب انه اهم اشي انه بالمجمل الواحد يتحرك خطوات لقدام، حتى لو يوم يتغلب او تصعب اهم شي انه يضل مكمل. اكتر شيء خلدون حبه في الكتاب انه بالنهاية الواحد لما يسعى وراء بناء او تخلص من اي عادة، الجسم او العقل كمان بيتعاملوا مع الموقف بطريقة جدا جميلة، وهذا التعامل يتم عن طريق توفير واستخدام طاقة الجسم بطريقة مثالية، بحيث انه بعد فترة العادة هاي بتصير تلقائية وبتتطلب جهد اقل واقل من الجسم. وخلدون كونه شخص خلينا نقول كسول كتير ارتاح لما قرأ هذا الجزء. هذا الكتاب يمكن احسن كتاب موجود في السوق لاي شخص حابب يبني او يتخلص من اي عادة، وفيه كمية امثلة جدا ممتعة وشرح مفصل ابدا مو ممل عشان يرسخ المعلومات. وزي في وضع خلدون بالاخير الموضوع كله بيبدأ من قرار واحد ومن نية الشخص انه يساهم ومن نية الشخص انه يبدأ بالتغيير. فان شاء الله من خلال هاي النقاط اللي حكينا عنها بالفيديو وباقي النقاط الموجودة في الكتاب انكم توصلوا للي بدكم اياه.